بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم استشارات قانونية. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع شائك شوية وطالما شغل الرأي العام في جرائم عديدة، ألا وهو موضوع الأحداث. النهاردة هنتعرف على موضوع الأحداث، إيه مين هو الحدث، إيه تعريف الحدث، من سن كام لسن كام بيظل الطفل حدث، وبيتعامل ازاي معاملة جنائية ومعاملة مدنية، وايه هي القوانين اللي بتحكمه والمواثيق الدولية اللي مصر مضت عليها. بيسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا النهاردة الاستاذ الدكتور السيد احمد علام، استاذ القانون الجنائي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين وبأسرة القناة. ربنا يخليك يا دكتور. طبعا عايزين نفكر السادة المشاهدين للتواصل من داخل مصر على التليفون الارضي 09000 35، من المحمول 23 03، للتواصل من خارج مصر 00 88 21 61 0 10 63، وللرسائل عبر الاس ام اس على 93 2 34، كما هو مبين على الشاشة قدام حضراتكم. في البداية دكتور عايزين نعرف الحدث، مين هو الحدث او مين هو الطفل الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلمة حدث او كلمة طفل او كلمة غلام او كلمة صبي تختلف من دولة لاخرى. هناك دول تأخذ بكلمة طفل، وهناك دول تأخذ بكلمة حدث، وهناك دول بتأخذ بكلمة غلام، وهناك دول بتأخذ بكلمة صبي. اما عندنا في القانون المصري كان في قانون 74 او قانون 31 لسنة 1974 كان يسمى عليه حدث، الطفل الصغير كان يطلق عليه حدث. ولكن عندما ألغي هذا القانون وجاء بقانون جديد سنة 12 لسنة 1996، المعدل بقانون 126 لسنة 2008، سمي الطفل. إذن أصبح إحنا المعاملة عندنا لأي إنسان صغير يطلق عليه لفظ طفل. ده طيب، بعد الميثاق الدولي، بعد المواثيق الدولية، وبعد ما اتفقنا وصدر قانون 12 لسنة 96، قال نستبعد كلمة حدث من أي نص قانون ويصبح طفل، ونستبعد كلمة محكمة أحداث وتبقى محكمة طفل، ونستبعد كلمة قاضي أحداث ويبقى قاضي أطفال. طيب السؤال، ما هو المقصود بالطفل؟ إمتى أقول إن هذا الشخص الماسل أمامي أو هذا الإنسان الذي ارتكب هذه الجريمة يطلق عليه طفل؟ المادة 2 من قانون 12 لسنة 96، المعدل بقانون 126 لسنة 2008، قال المقصود بالطفل كل من لم يبلغ 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة. يبقى إذن أي إنسان يرتكب جريمة ما وعمره لم يجاوز 18 سنة يبقى أمام القانون عندي، يبقى قانون يسمى طفل. طبعا. ويطبق عليه قانون خاص وهو قانون الطفل رقم 12 لسنة 96. طبعا. وإن كان يطبق عليه القانون الجنائي في بعض نصوصه، وإن كان يطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية في بعض نصوصه، ولكن القانون الخاص به الذي شرع من أجل هذا الطفل هو قانون الطفل، قانون 12 لسنة 1996. طب هو دكتور مش المفروض لكل مجتمع ليه خصائص معينة؟ نعم. يعني أنا دلوقتي مضيت على ميثاق دولي بيقول، نعم، إن سن الطفولة من كذا لكذا. تمام. أنا المجتمع المصري عندي لقيته بيعاني من انفلات مثلا في زي جرائم الاغتصاب. نعم. وما بيلاقيش القاضي قدامه إلا، نعم، إن هو يدي أقصى عقوبة 15 سنة. تمام. 10 سنين. تمام. تمام. هل يجوز ليا إن أنا خالف الميثاق الدولي دوت باعتبار إن البلد محتاجة ده؟ نعم. احنا عندما نتحدث هل هناك مخالفة للمواثيق الدولية ام لا، نتحدث عن المعاملة الجنائية للأطفال وفقا لما جاء به قانون الطفل. قانون الطفل عندما وضع عقوبات او تدابير للطفل قسم او الطفل قال لك ان يمر باربع مراحل. المرحلة الاولى من تاريخ ولادته حتى 7 سنوات، المرحلة الثانية من تاريخ 7 سنوات حتى 12 سنة، المرحلة الثالثة من 12 سنة ل 15 سنة، المرحلة الرابعة اللي هي من 15 سنة حتى 18 سنة. نشوف المرحلة الأولى كده، من تاريخ ميلاد الطفل ولادته حتى سن 7 سنوات، هنا يمتنع عليه المسؤولية الجنائية ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية أو تدابير على أي طفل
ارتكب جريمة من تاريخ ميلاده حتى 7 سنوات باعتباره غير مميز، لأنه شخص وفقا لقواعد القانون المدني أنه شخص غير مميز. إذا أي طفل يرتكب جريمة في هذا السن حتى 7 سنوات لا يستطيع القاضي ولا تستطيع المحكمة ولا يوجد نص قانوني يعاقب عليه سواء بعقوبة أو بغرامة أو بأي تدابير من التدابير الاحترازية. طيب المرحلة الثانية اللي هي مرحلة من سن 7 سنوات أو ما يجاوز 7 سنوات حتى سن 12 سنة. قال لك في السن ده لو ارتكب جريمة جنائية هنا لا يملك القاضي إلا أن يوقع عليه أحد التدابير الاحترازية الأربعة. واحدة من التدابير الاحترازية دي، لإما يوقع عليه التوبيخ أو التسليم أو الإيداع في مؤسسات اجتماعية أو الإيداع في مستشفيات متخصصة. إيه هو التوبيخ ده؟ إن القاضي يلقي اللوم وعلى هذا الطفل الذي ارتكب الجريمة، يوبخه يعني يلومه ويقوم باستخدام وسائل معينة عشان يؤدي إلى ردعه وعدم عودته للجريمة مرة أخرى. طيب. التسليم المقصود بإيه؟ أن يسلم الطفل لزويه أو لوالديه أو لأسرته أو لوصيه أو الوالي عليه أو أسرة موثوق بها إذا لم يوجد هؤلاء. طب أو الإيداع في مستشفيات متخصصة لو كان يعاني من مرض معين، مرض نفسي أو مرض جسماني، يوضع في مستشفيات متخصصة. طب السؤال، هل يوضع في مستشفيات متخصصة فترات طويلة؟ قالك لا، ده بتوضع على فترات كل فترة لا تزيد عن سنة، يعني يوضع سنة في مستشفى متخصصة ثم تأتي التقارير الطبية تبين هل يستمر أم لا. فإذا قرر الأطباء أنه يستمر لسنة أخرى وسنة أخرى وسنة أخرى حتى يقرر الأطباء أنه تم شفاء. المرحلة أو التدابير الرابع اللي هو الإيداع في مؤسسات اجتماعية. إذا كانت المؤسسات الاجتماعية دي هتؤدي إلى عودته للمجتمع إنسانا سويا، طب السؤال برضو، هل يتم إيداعه في المؤسسات الاجتماعية طول العمر؟ قالك لا، لو كان هذا الطفل الذي ارتكب الجريمة من سن يجاوز 7 سنوات حتى 12 سنة وتم إيداعه في مؤسسة اجتماعية يجب ألا تزيد المدة عن 10 سنوات إذا كانت الجريمة جناية، وألا تزيد عن 5 سنوات إذا كانت الجريمة جنحة. إذا نقول إن الطفل الذي يرتكب جريمة جنائية مهما كانت هذه الجريمة من سن 7 حتى 12 سنة لا يملك القاضي إلا أن يوقع عليه أحد التدابير الاحترازية الأربعة: التسليم، التوبيخ، الإيداع في مؤسسات اجتماعية، أو الإيداع في إيه؟ في مستشفيات متخصصة. طب حضرتك شايف يا دكتور إن هو لما بيتحط في مثلا في مؤسسات الرعاية، نعم، حضرتك شايف ان المؤسسات بالشكل اللي هي موجودة عليه دلوقتي، نعم، هل بتأدي دورها؟ هو يوضع في مؤسسات اجتماعية او يوضع في مستشفيات تحت اشراف القضائي وتحت اشراف اخصائيين اجتماعيين، لو هناك اخصائي اجتماعي واجتماعي، انا بتكلم كنصوص قانون. اما اذا كان هناك طبعا اشياء مخالفة فيجب ان تعدل ويجب ان تكون هناك رقابة. لا يمكن ان يصلح حال شيء معين الا برقابة صارمة. المؤسسة الاجتماعية التي لا تؤهل الطفل او بها مخالفات معينة يجب ان يوقع عليها او عن مسؤول عنها عقوبات معينة. حتى لان انا بوضع الطفل في مؤسسة اجتماعية ليه؟ انا بوضعه في مؤسسة اجتماعية عشان اقدر ردعه، لان الطفل لو وقعت عليه عقوبة العقوبة لا تصلحه، فانا عاوز اصلحه بطريق اخر اللي هو التدابير الاحترازية، فبوضعه في مؤسسة اجتماعية عشان يطلع لي بعد كده عضو نافع وصالح في المجتمع. طب ما هنا يا دكتور برضو يعني بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي كل اسرة هتاخد كام عيل عندها ما عداش 7 سنين اللي اتعلموا، نعم، النشل واللي اتعلموا السرقة، نعم، نعم، طبعا وهو كده كده، نعم، لا يحاسب، آه، تمام. هل مفيش قوانين بتحاسب الأسرة اللي أدت إن هي طلعت الطفل بالطريقة دي؟ قانون الطفل، أنا عندي قانون الطفل بيقول لك كل من عرض طفلا للخطر أو عرضه للخطر، يعني إيه؟ عرضه للتسول أو لم يكن بالإنفاق عليه أو لم يكن يجعل له وسيلة مشروعة أو يجعله في مراحل التشرد، يعاقب المسؤول عنها بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة من 2000 جنيه ل5000 جنيه. يبقى اذا الست اللي بتاخد واحد وتشحد به طفل وهي مسؤولة عنه وتشحد به في الشارع او تتسول به في الشارع او تجعله متشرد او لم تنفق عليه او تجعل حياته الخطر، توقع عليه عقوبة مدة لا تقل عن 6 شهور. يعني القاضي يملك ان يوقع عليها حتى 3 سنوات. واتمنى ان تكون هناك عقوبات رادعة لولي الامر او المسؤول عن
الطفل الذي يجعله معرضا للخطر، لان احنا فعلا لو فعلنا نصوص هذه القوانين للطفل وعاقبنا كل من يجعل الطفل في خطر، هنا هنجد او هنقضي على حالات التشرد وحالات التسول الموجوده في المجتمع. طب بعد اذن حضرتك ناخد سؤال الحلقه. سؤال الحلقه النهارده للساده المشاهدين: ما هي اسباب انحراف الاطفال الاحداث؟ طبعا يمكن لحضراتكم المشاركه معنا والتواصل معنا من خلال داخل مصر 09035 ومن المحمول على 2303 ومن خارج مصر على 08221010063، والارقام موجوده امام حضراتكم على الشاشه، والاستقبال الرسائل على 93234. اتفضل يا دكتور. احنا قلنا المرحله الاولى. معانا اتصال بعد اذن حضرتك ناخده الاول. اتفضل استاذ محمد معانا. ايوه استاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا برحب بحضرتك يا استاذ محمد وبالدكتور سيد احلام. اهلا بيك. طبعا حلقه متميزه جدا بالدكتور سيد، بسم الله ما شاء الله عليه. بس انا ليا بس استفسار بسيط. اتفضل يا فندم. يخص الحدث او الطفل. نعم. اللي اقل من 18 سنه ووقع على ايصال امان. اللي 18 سنه ويوقع على ايصال امان. اقل من 18 سنه بيوقعوا على ايصالات امانه وبيوقعوا على حاجات من قبيل هذا الامر، هل بيعاقب معاقبه جنائيه زي الشخص البالغ العاقل ولا بيكون ليه استثناءات في القانون؟ ارد على حضرتك. طب الف شكر يا فندم، واتفضل الدكتور هيرد على حضرتك. ارد عليك في 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 يعني ان شاء الله يا فندم. الاستاذ محمد هو ان شاء الله في اثناء تسلسل عقوبات الطفل هيعرف فعلا اللي هو هيعاقب هذا الطفل او لا. المرحله الثالثه او نجاوب عليه، نجاوب له على طول. يا ريت نجاوبه. طبعا الطفل اللي هو اقل من 18 سنه، بس لو كان سنه من وقع على ايصال الامانه وسنه يتجاوز 15 سنه، يعني مش اقل من 18 سنه، دي تعتبر جنحه، ويملك القاضي ان يوقع، دي سلطه تدريجيه لمحكمه الطفل، ان يوقع عليه عقوبه الحبس او يوقع عليه تدابير احترازيه. يملك القاضي، لان المشرع بيقول لي اذا ارتكب الطفل جنحه وايصال الامانه تبديد يعتبر جنحه، هنا يجوز للقاضي ان يوقع تدابير. تدابير احترازيه، يعني ايه تدابير احترازيه؟ يعني يوضعه في مؤسسه اجتماعيه او يسلمه لوالديه او التوبيخ، او يجوز ان يوقع عليه عقوبه الحبس، دي سلطه اداريه، بس غالبا لو كان سنه لسه في بدايه ال 15 غالبا القاضي بيوقع عليه تدابير اعتراضيه باعتبار ان هو لسه ما عندوش طب واصل الدين يا دكتور. خلاص، ما هو لو احنا لو جه ادعي مدني فهو باطل، لان هو كان ناقص الاهليه. بالزبط. يعني حتى لما تيجي تدعي مدني فهو لا يجوز لك الادعاء مدنيا. والاصل كمان ان اي طفل يرتكب جريمه لا يجوز الادعاء مدنيا امام محكمه الطفل، يعني حتى لو كان سنه، يعني حتى لو لم يرتكب جريمه التبديد او ارتكب جريمه اخرى، ممنوع اللي احنا نحرك او ادعاء مدني امام محكمه الطفل. طب بعد اذن حضرتك ناخد اتصال تاني معانا. الاستاذ ابو عيسى من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكركم. انا عندي تعليق مع الدكتور. الدكتور سبق وان ذكر يقول ان في بعض النساء مثلا تاخذ اضواء اولادهم مثلا، يعني يشحتون مثلا في الشوارع. طب استاذن حضرتك بس يا استاذ ابو عيسى، تعلي صوت حضرتك شويه وتتكلم بالراحه شويه. الان تسمعني؟ سامع حضرتك. اتفضل يا فندم. اي نعم، انا عندي تعليق مع الدكتور. يقول مثلا قبل قليل مثلا ان في بعض النساء تاخذ اولادهم مثلا ياخذون فلوس من مثلا من الشوارع والطرق. تمام يا دكتور. نعم يا دكتور. انا اعرف بعض النساء محتاجين ما وصلوا الى هذا الحد الا وهم مفلسين، يعني سواء كانوا مثلا في السعوديه او مثلا في اي مكان. فيا شيخ، فيا دكتور مثلا، يعني لماذا نلقي لهم اللوم؟ يعني احنا نعرفهم ونعرف احتياجاتهم. انا ما اقول اني انا معهم واقف معهم او اني انا ضدهم، انا مع الحق يا دكتور. تمام. فبعض النساء محتاجين، يعني ما حد مثلا، يعني تلقى مثلا ابوهم متقاعد او انه ابوهم ميت او انه انهم لا يصير لديهم اي مثلا اهل وانهم مشردين. فيقول الدكتور يعني مثلا نحبذ مثلا انك توضح هذه الامور، لان في ناس كثير يعني يسمعونك الان وهم مضطرين الى هذا الشيء يعني. تمام تمام.
طيب الف شكر يا فندم، والدكتور هيرد على حضرتك حالا. بس الصوت ما كانش واضح قوي. هو دلوقتي بيقول لحضرتك يا دكتور، يعني الناس اللي بتمسك عيل صغير وتشحت بيها، نعم، ممكن يكون رب الاسره متوفي او نعم، يكون هم عندهم حاجه معينه. اعتقد ان هو ما فهمش وجهه نظر حضرتك. تمام. ان في ناس بتاجر الاطفال ديت نعم، علشان تعمل بيها ما بيبقاش ابنها. نعم نعم. فهي ده وجهه نظره. فاتفضل حضرتك. هناك اللي هو بيأجر طفل او يخطف طفل او يسرق طفل ويتسول به له جريمه. تمام. له جريمه مستقله به. احنا لو احنا فعلنا القوانين الجنائيه تفعيلا سليما سنقضي على كل هذه الجرائم. تمام. سواء انا الطفل لما يتوفى والده او يتوفى ولي امره او يتوفى المسؤول عنه، اليس له ممثل قانوني؟ ده المحكمه، يجب على المحكمه ان هي تعين له لا اما وصي او اذا كان له ولي. فاذا كان له ولي او وصي او اي شخص ما مسؤولا عنه، فهو المسؤول عنه مسؤوليه كامله. تمام. مسؤول عن كل الافعال اللي بيرتكبها. ولو هذا الطفل تغيب عنه وواحدة خدته وتسولت به وهو لم يبلغ الشرطة ولم يتخذ الإجراءات القانونية، أنا بعتبر أن هذا الرجل اللي هو الممثل بتاعه شريكا في الجريمة ومساهم أصلي في ارتكاب الجريمة. إذا أي ممثل، أنا دايما وأناشد وأقول أي شخص مسؤول عن طفل والطفل تغيب عنه ولم يبلغ الشرطة ولم يتخذ الإجراءات القانونية السليمة، وثبت أن هذا الطفل كان مع رجل آخر أو امرأة أخرى يتسول بها، نقول للممثل لهذا الطفل أنت مسؤول ومساهم مساهمة أصلية مع الرجل الآخر الذي يتسول به. لأن لو أنت كنت مسؤول عنه مسؤولية كاملة، ما هو المانع الذي منعك أن تتخذ الإجراءات القانونية وتبلغ الجهات المعنية بأن هذا الطفل تغيب من هذا المنزل؟ ما هنا بيتصدم بحاجة يا دكتور، أنه بيقول له ما ينفعش تبلغ قبل 48 ساعة. نعم. لما يمروا على الاختفاء. نعم. يعني انا افضل مستني وابني لا مخطوف؟ لا، انا اروح ابلغ في المحضر وانتظر. ما بيقبلوش يا فندم. لا لا، يخش للجهات المسؤوله. لا انا ما اقدرش انتظر 48 ساعه. انا بقول ان الطفل عندي مفقود، اثبت لي محضر حاله وبعد كده انتظر 48 ساعه. بس اثبت لي المحضر ان هو، ما انا كل ما اجي لك كل 48 ساعه هتقول لي تعالى لي بعد 48 ساعه تاني، تعالى لي بعد 4، هقعد انا 20 يوم عشان تقول لي تعالى بعد 48 ساعه. لا، اثبت اللي انا جيت هنا وبلغت عن غياب طفل وبعد كده اجي لك بعد 48 ساعة، عشان لما اجي لك بعد 48 ساعة يبقى في دليل مادي يثبت ان طفل متغيب من 48 ساعة، عشان الطفل ده لو تم القبض عليه في مرحلة من المراحل الإجرامية يبقى انا اصبحت اخليت مسؤوليتي عنه لانه هرب من المنزل او تم خطفه او تم سرقته وخلافه. انما يهمل فهتوقع العقوبة على ممثل هذا الطفل. ما حضرتك هتشوف، هتلاقي مثلا في اماكن زي الحسين، زي الحتة دي، هتلاقي حضرتك الاطفال. نعم. كل واحدة ماسكة طفل وماسكة. نعم. بواكي مناديل. نعم. ده على مرأة ومسمع من الشرطة طبعاً. هي شايفاه. طبعا. طيب ده مخالف للقانون؟ لا طبعا، لازم تتدخل الجهات الأمنية وتحاول تحاصر هذه الفئات، ولابد القبض على هذه الفئات اللي هو بيتسول بطفل أو بطفلة، لأن الوضع العام أن الطفل قد يكون مخطوف أو قد يكون مسروق أو يكون ابنها أو هي مسؤولة عنه وتتسول به. تمام. فأنت كده ارتكبت جريمة تسول رقم واحد. اتنين، اللي انت عرضت هذا الطفل للخطر. تمام. يعني انت تعاقبي بجريمتين، جريمة تسول كجريمة ارتكبتها انت بنفسك، وجريمة أخرى وفقا لقانون الطفل اللي انت عرضت هذا الطفل للخطر فتعاقبي بجريمة بالحبس في كلتا الجريمتين. تمام. المرحلة الثالثة، لمرحلة للطفل اللي هو الطفل من 12 سنة ل 15 سنة. احنا قلنا من 7 ل 12 له 4 تدابير احترازية، من 12 ل 15 قالك هنزود كمان 4 تدابير. يعني احنا قلنا في التسليم والتوبيخ والايداع في مؤسسات متخصصة والايداع في مستشفيات، لا هنزود كمان 4. اول واحدة اللي هو ايه من ضمن الاربعة؟ الالحاق بالتدريب المهني، اللي الحقه بتدريب مهني، او ايه تاني، او انا اخليه العمل للمنفعة العامة، اللي اخليه يعمل لصالح المجتمع. تمام. ده كله عشان اؤدي الى ايه؟ الى رضع الطفل وعودته الى المجتمع انسانا سويا. او ايه تاني؟ الاختبار القضائي. يعني ايه اختبار قضائي؟ وضع الطفل في بيئته الطبيعية مع وضع التزامات واشراف قضائي واجتماعي عليه، بس يجب الا تزيد مده الاختبار دي عن 3 سنوات. تمام. طيب الطفل بقى من 15 ل 18 سنه، هي دي بقى اللي عايزين نتكلم فيها. قال لك الطفل من اذا ارتكب الجريمه وسنه يجاوز ال 15 سنه حتى 18 سنه، بيوقع بقى عليه معامله جنائيه، الحبس
او السجن. بس في نقطة هنا بتقول ايه، الطفل اللي ارتكب الجريمة ده من 15 ل 18 سنة اوعى اتوقع عليه عقوبة الاعدام، وايه تاني اوعى اتوقع عليه عقوبة السجن المشدد، وايه تاني اوعى اتوقع عليه السجن المؤبد. امال توقع عليه ايه؟ جريمة السجن او الحبس. يعني لو، ولذلك نص القانون الطفل بيقول ايه، الطفل الذي يرتكب جريمة يكون عقوبتها الاعدام او السجن المشدد او السجن المؤبد لا يملك القاضي الا ان يوقع عقوبة السجن فقط. واذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها السجن القاضي يوقع عليه عقوبة الحبس، واذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الحبس القاضي يوقع عليه تدابير احترازية. وانا عندي تعليق لهذا النص، تعليق وانتقاد، وانا انتقدته في احد مؤلفاتي وقلت الطفل الذي يرتكب اي جريمة مهما كانت جسامتها لا يوقع عليه اعدام ولا سجن مؤبد ولا سجن مشدد. يعني ممكن هناك اطفال يستغلوا لارتكاب جرائم تمس امن المجتمع داخليا وخارجيا، وفي نفس الوقت يضمن المسؤول عن هذا الطفل انه لا يعاقب الاعدام ولا السجن المؤبد ولا السجن المشدد. اتمنى ان يتدخل البرلمان او يتدخل المشرع ويوضع جرائم، ينص في جرائم معينة الذي يرتكبها الطفل في هذا السن ان يوقع عليه الاعدام او السجن المشدد او السجن المؤبد. اذا كانت هذه الجرائم تمس امن المجتمع داخليا وخارجيا، اذا كانت هذه الجرائم من الخطورة التي تؤثر برضو على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، زي ايه؟ زي جريمة الطفل اللي عنده 18 سنة او الا يوم ويكون راكب توك توك ويقوم بخطف بنت واغتصابها. الطفل ده اللي عنده 18 سنة ده راجل يعني في ثانوية عامة او قد يكون في سنة في الجامعة، ويجي تقول لي بعد ما يخطفها ويغتصبها ما وقعش عليه عقوبة اعدام؟ ده نص القانون بيقول اللي كل من اختطف انثى ثم قام باغتصابها يوقع عليه عقوبة الاعدام. يبقى الطفل ده نستغله يغتصب ويرتكب هذه الجريمة النقراء ثم بعد ذلك توقع عليه عقوبة السجن، وممكن تصل هذه العقوبة لثلاث سنين. لا، يبقى اتمنى ان تكون هناك الجرائم الخطيرة التي تمس امن المجتمع داخليا وخارجيا والتي تمس الشؤون الاجتماعية الخاصة والاقتصادية ان يكون لها عقوبات لهذا الطفل نفس عقوبات اللي هو المجرم البالغ العادي. طيب احنا قبل نهاية الحلقة يا دكتور احنا عايزين ناخد من حضرتك يعني مجمل اللي احنا قلناه، وحضرتك شايف الحل هيكون في ايه؟ يعني لو تكرمت حضرتك في دقيقة تقول لنا خلاصة الموضوع. يعني خلاصة الموضوع ان الطفل في لا يوقع عليه عقوبة جنائية الا من سن 15 سنة حتى 18 سنة، هو دي الفترة، هي دي المرحلة اللي بيوقع عليه عقوبات. ولكن لابد ان نشدد العقوبة على من يستخدم الطفل كأداة في استخدام الجريمة، لان هناك بعض البشر من يستخدم الطفل كأداة في ارتكاب الجريمة لانه يعلم انه لا يوقع عليه عقوبة. انا عندي طفل مسؤول عنه عنده 12 سنة او 13 سنة او 14 سنة، استغله واستخدمه كأداة لارتكاب الجريمة عشان في الاخر مش هيوقع عليه عقوبة. لا، اللي استخدمه كأداة ده هو في نظرية القانون اسمه الفاعل المعنوي. هذا الفاعل المعنوي الذي استخدم الطفل كأداة لارتكاب الجريمة لابد ان تكون هناك عقوبة رادعة لمن استخدم الاطفال وجعلهم أداة لارتكاب الجريمة. النقطة الاخرى، لابد ان تشدد العقوبة على جرائم معينة التي يرتكبها الطفل التي تمس امن المجتمع. النقطة الاخيرة برضو اقولها للسادة المشاهدين، ان هو اي تعرض للطفل ان هو يتشرد او يعرض للخطر يشدد العقوبة على ولي امره او ممثله القانوني حتى يعود الامن والامان للمجتمع. للأسف احنا وقتنا للأسف انتهى، واحنا الموضوع عايز حلقات وحلقات، بس للأسف احنا مرتبطين بوقت. اعزائنا المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهاردة، وبنتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجة مفيدة، ونتمنى نكون اسعدناكم. وهذه تحياتي محمد وفيق.